أقامت مساء أمس منظمة النهضة الإسلامية التشادية ملتقا حول الوحدة والسلام بقرية أم منقور بإقليم حجر لميسة، وقد جرت المناسبة بحضور رئيس المنظمة الشيخ أحمد عيسى العلوي وعدد من العلماء والدعاة وسكان القرية. تقرير محمد عثمان بشير. تحت شعار الوحدة والتسامح من أجل السلام والاستقرار وحماية الشعوب، أقامت منظمة النهضة الإسلامية التشادية هذا الملتقى الديني بقرية أم منقور إحدى القرى التابعة لكانتون ماني بإقليم حجر لميس. كلمات عدة كانت حاضرة في هذا الملتقى من قبل أعيان القرية والشيوخ الدينيين وكبار العلماء وبعض من الأئمة والعلماء. جميع تلك الكلمات تنادي بضرورة الوحدة والتسامح من أجل السلام والاستقرار وحماية الشعوب والأوطان. تنوير الجميع بتعاليم الإسلام وتوجيهات الإسلام التي إن تمسك الجميع بها وصاروا على نهجها يخرجون من كل أزمة ومن كل ضيقة ومن كل مصيبة. هذا وتستمر المنظمة في تنظيم هكذا ملتقيات في مختلف القرى والمدن في كافة الأراضي الوطنية.